بغينا نغيروا الحمام، ما عرفناش فين نحطوا الدوش ولا اللافابو ولا البينوار. الحلقات اليوم غنشوفوا تصاميم بالاخطاء وكذلك التصحيح ديالها، يعني غادي نعطيكم الافكار باش تشوفوا كيفاش الا عندكم نفس المساحه اللي غنشوفوها في هذه التصاميم تشوفوا تاخذوا منها افكار وتعرفوا كيفاش تفصلوا الحمام ديالكم. ما نطولش عليكم، بداو الحلقه ديالنا على بركه الله. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في حلقه جديده من حلول وديكور. الحلقه اليوم كيف ما فهمتي غادي تكون على شكل تصاميم، يعني بلانات ديال الحمام. غتشوفوا بلان خاطئ وبلان مصحح، يعني غتشوفوا كيفاش نغيروا الباب ولا نغيروا بلاصه التواليت كيفاش كتولي الحمام يعني صحيح، ما كيبقاوش فيه اغلاط، وكذلك تاخذوا منهم افكار على حسب المساحه، يعني الا كان مربع ولا طويل غادي تحاولوا من هاد التصاميم. غادي تشوفوا الفيديو غيدوزوا فيها التصاميم وكذلك موديلات ديال الحمام على حسب هذا التصميم، وكذلك كيفاش نستغلوا المساحه اللي كنحطوا فيها لا ماشينا لافي ولا الماكينه ديال الغسيل ديال الحوايج ديالنا. تشوفوا افكار بسيطه كيفاش الا بغينا نديروها في الحمام كيفاش نخليوها داخله في الحمام، ما نجيوش نحطوها بوحدها. ما نطولش عليكم بزاف، نبداو هكا الفيديو ديالنا وغادي ندير تعاليق، غادي ندير الفيديو غنبدا التعاليق باش هكا نشرح لكم الغلط فين كاين والصحيح ديالو فين كاين ونبداو. إذن أول موديل اللي كتشوفو فهو على شكل مستطيل والباب جات الوسط. الغلط اللي كان وهي درنا الدوش على اليمين والطواليت قبلت الباب، كنعرفو بأن الطواليت ما كتكونش قبلت الباب، فالصحيح التصميم الصحيح هو هذا اللي بالخضر، يعني الطواليت نديروها على اليسار وكذلك اللافابو يجي طويل ما يجيش بوحدو بحال هذا الشكل هذا اللي في التصاور. غادي ندوزو للشكل الثاني ديال التصميم وهكا تشوفوا فكره واحده اخرى، يعني الا كان مستطيل وكانت الباب هكا يعني جايه على الطول والدوش اللي هي لداخل، فما نجيوش نحطو هكا لافابو وحده لافابو الا كانت لاكين وسط منهم والطواليت تجي بوحدها، فمن الاحسن نخليو الدوش مزيان لداخل لانها دائما هي اللي كتاخذنا المساحه ولا الحجم الكبير، دائما نديروها لداخل وهكا نخدمو اللافابوات ولا ليفاس كيكونوا مدوبلين والدوش حداها والطواليت قبالتها، هكا كيجي المنظر ديال الحمام مزيان. وهكا نخليكم تشوفوا الصور باش ندوزو للتصميم اللي من بعد منه. التصميم اللي من بعد منه فهنا كان الباب الوسط، كان الدوش على اليمين والطواليت قبلت الباب، كنعاود نعاودها فالطواليت ما كتجيش قبلت الباب، فنحاولوا نديروا اللافابو هو اللي قبلت الباب ولا ماشينا لافي هنا كيف ما كتشوفوا جات لاصقه في اللافابو، فدائما نحاولوا اللافابو هو اللي نخدموه زوين، وهذيك بلاصه لا ماشينا لافي نديروها في بلاكار يكون مخفي باش هكا ما تبان ليناش، وهذه هي النتيجه، يعني دائما لافابو يكون فيه واحد المنظر زوين، يعني واحد البلاكارات ولا يكون هكا معلق حتى هو كيجي مزيان، ولكن الا كانت المساحه الحمام صغير فمن الاحسن نديرو هكا بلاكار. هاد الشكل هذا حتى هو نفس الشيء، فدائما الطواليت ما نديروهاش قبلت الباب الا كانت لاكين كتسمح لينا، لان الطواليت ما يمكنناش نحطوها فين ما بغينا، ونعاود نعاودها دائما خاصها تكون دائما حدا لاكين. دونك هنا نحسبو بان لاكين ديالنا هي اللي في القنت ولا قريبه، فهنا من الاحسن نديرو الطواليت على الجهه اليسريه وقبل قلتنا دائما نديروا اللافابو حدا هكا الدوش، اما نفرقوا هكا بحائط ولا نفرقوا هكا بجاجه. وكيف ما كتشوفوا لا ماشينا لافي جات تحت اللافابو، يعني في جنب اللافابو وجات مخفيه مع هذاك الموبل. هذا حتى هو شكل اخر مربع، فاللي عنده هذا الشكل هذا فنحاولوا نديروا اللافابو ولا ماشينا لافي على نفس طولة الحائط، والطواليت هي اللي تجي مقابله، ما نديروش لا ماشينا لافي بوحدها هكا باش ملي كندخلوا كنلقاو هذيك الطوله ديال الحائط ديالنا كلشي هكاك تيغري، يعني مجموع، وتيجي هذاك لو موبل جامع فيه كلشي لافابو كذلك لا ماشينا لافي بحال هكا. اللي بغى يخليها باينه يخليها، واللي بغى يغطيها هكا في لاكولون يغطيها، وهكا كيكون المنظر وكنستغلوا كاع المساحه ديال التخزين هنا كيف ما كتشوفوا فباينه. هاد الشكل اخر حتى هو فهو مربع، التغيير ولا الخطا اللي كان فهي الباب طواليت ولافابو كيف ما شفتي، وما كانش المساحه مستغله مزيان اللافابو، ما نحطوش لافابو هكاك بوحديتو، فنحاولوا اللافابو دائما نديرو فيه ان موبل ولا اتات اللي يجمع لينا. حنا المهم دائما هو التخزين، ونحاولوا نستغلوا المساحات كامله. وهادو افكار، يعني يمكننا نديرو اون نيش، يمكن تكون مرايه دائريه، يكون اللي بغينا. من بعد هنا الاخطاء اللي كانوا وهي نفس الشيء، فلا ماشينا لافي ما نفرقوهاش
على اللافابو، وهنا الطواليت كانت مفرقه. دونك هنا من الاحسن نهرسوا هذاك الفاصل بين الطواليت وبين اللافابو، نخليو الحمام ديالنا واسع، هكا نربحوا واحد الدوش كبيره كتجي على الحائط كامل، ونكفيو نديرو الطواليت قبل الباب واخا ما كدار، باش هكا نربحوا مساحه كبيره للافابو بحال هاد الصوره، ونربحوا دوش كبيره. يعني بعض المرات الا كان عندنا لافابو مقسوم على الحمام فما كاينلاش نحلوه باش هكا يبان لينا الحمام كبير. هنا الاغلاط كيف دائما هي ديال الطواليت قبالت الباب، فنحاولوا الا كان ممكن نبدلوها فكان احسن، باش هكا ملي ندخلوا نلقاو المنظر ديال لافابو ولا البلاصه ديال الغسل الايدي هي اللي تكون زوينه وتكون قبالت الباب ديالنا. وهكا غتشوفوا بعض الصور ديال كيفاش نخدموا مثلا لافابو واخا صغيور والطواليت سوسبوندو، كيفاش يمكننا نخدموها حتى هي بالبلاكار اللي كيكون الفوق. هنا كذلك نفس الشيء غلط اللي دائما تندويو عليه هي لافابو مع الطواليت، دونك دائما نديروا لافابويات قبالت الباب. ونخليكم تشوفوا هكا الصور ونكملوا مع التصاميم. نتوما حاولوا تاخذوا غير افكار من كل حمام هكا الى عندكم من نفس المساحة ولا نفس الفصالة، لأنه كيف ما كنعرفوا الحمام صعيب التقني هو الأول، عاد نمشيو للتزيين ولا الديكور. هنا بعض الأفكار، شوفوا كذلك من هالألوان ديال الشليج وكذلك الإضاءة والمرايات، باش هكا تكون عندكم فكرة زوينة. هنا حتى هي فكرة ديال الحمام مقسوم بلاصة الطواليت بوحدها وبلاصة الدوش واللافابو ولا ماشينة لافي بوحدها، فهنا من الأحسن نهرسوا داك الحيط للوسط ونخليو الحمام ديالنا كبير، باش هكا يكون عندنا واحد المبل كبير نجمعوا فيه لاماشين واللافابو، كذلك يولي عندنا واحد الدوش كبير. والطواليت واخا جات على الباب من الاحسن نربحوا دوش كبيره ولا نخليوها هكاك جوج حمامات صغار. كاين اللي غينتقد وغايقول لي لا الطواليت تكون مفروقه، هذا كيبقى اختيار شخصي، انا كنعطيكم غير نصائح وهذا بيان سور كيبقى شخصي، كل واحد فين كيرتاح وحساب الاستعمال، راه ما كاين حتى شي قاعده اللي كتقول هذه اه ولا هذه لا، حنا غير كنحاولوا نجتهدوا على حسب الاستعمال ديال كل واحد. هنا النقطه اللي بغيت نوقف فيها هي الباب، عفاكم الباب ما تكونش كتحل على لافابو، دائما نحلوها على جهه الطواليت باش ملي ندخلوا يبان لينا اللافابو هو الاول، نحاولوا نتفاداو الباب ما تحليناش على اللافابو. الا كانت هكا كتحل فنقلبوها، راه الباب ساهله، ولا الا كنا يلاه بادين في البناء فنحاولوا نقلبوها، الحمام غيبان لينا كبر، لان ملي كندخلوا من الاحسن كيف ما كتشوفوا هكا الباب الا تحلات على لافابو فمن الاحسن لا تحلينا على الطواليت، وهكا كيبان الحمام كبير. هكا هادو نصائح، نتمنى ان هاد النصائح يكونوا فادوكم، خذوا منهم افكار هكا نتوما تطبقوهم في الحمامات ديالهم. ما غاديش نكمل التعليق ديال كل شيء، راه تقريبا باين راه الاحمر هو اللي غلط والخضر هو اللي صحيح. نتمنى ان هاد التصاميم يكونوا فادوكم وهاد الشكل ديال الحلقات يكونوا عجبوكم. وعافاكم الى عندكم مواضيع بغيتوني ندوي فيها اكتبوها في التعليق، وخليو كذلك التعليق ديالكم والنصائح ديالكم اللي دائما تعليق زوينه اللي كتخليوها. شكرا جزيلا، والى اللقاء في حلقه جايه ان شاء الله وموضوع جديد ان شاء الله.